وينضم الينا في استوديو السيد رائد الخضر رئيس قسم الابحاث في مجموعه AQT. اهلا بك سيد رائد. اهلا عبد العزيز. بدايه، هل بات من المرجح تثبيت اسعار الفائده على المستوى الامريكي ام ان اسعار النفط وتقلباتها وكذلك نتائج الاقتصاد الامريكي قد تغير الحسابات؟ يعني اعتقد يحتفظ الفدرال الامريكي دائما بهذه الورقه اللي هي امكانيه الدخول بمزيد من التشديد النقدي، ولكنه كما ذكر جيروم باول رئيس الفدرال الامريكي في الاجتماع الاخير او في خطابه الاخير، الفدرالي هو حذر جدا باستخدام هذه البطاقه. هي رفع لاسعار الفائده ب 25 نقطه اساس، ممكن ان تكون الى مستويات تصل الى 5 بنطاقها الاعلى لاسعار الفائده الى 5.75%. من غير المرجح ان يكون في اجتماع يوم هذا التوجه، لأنه أداء الاقتصاد الأمريكي وإن كان جيدا وأداؤه بشكل عام واضح من خلال معطيات الاقتصاد الكلي في سوق العمل وفي القطاعات الأخرى تعطي الإيجابية، ولكن أيضا الرفع أكثر ربما يسبب أزمة أكبر فيما يتعلق بسوق السندات الأمريكية، ربما اختلال في توازن المحافظ الاستثمارية لدى البنوك وحيازاتها من الأوراق المالية للحكومية. هذا من شأنه أن يضعف موقف هذه البنوك خلال الفترة القادمة ويخلق نوع من الخلل في سوق السندات تحديدا، وهذا الأمر لا يريده أبدا الفدرال الأمريكي، لأنه يؤثر بشكل عام على استقرار الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة القادمة. بالتالي قد يمتنع ويبقي أسعار الفائدة التي تعتبر هي مرتفعة ومناسبة لدفع التضخم إلى المستهدفات عند 2%. طيب رائد، فيما يتعلق بالترجيحات التي تحدثنا عنها المتعلقة بتثبيت أسعار الفائدة، رغم ذلك نلاحظ أن الدولار يتحرك بشكل إيجابي تماما أمام كثير من العملات الرئيسية، كيف يمكن تفسير هذه التحركات؟ يعني غالبية مدراء المحافظ الاستثمارية يعني كانوا في الفترة الماضية متجهين إلى ملاذات آمنة من ضمنها الدولار الأمريكي على وجه التحديد، طبعا نتيجة توترات الجيوسياسية موجودة في المنطقة، إضافة إلى يعني عدم الرغبة بالانخراط بمزيد من المخاطرة في أسواق الأسهم مع اقترابنا أكثر من الربع الرابع ومحاولة الحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقها حتى الآن قبل الدخول في بداية العام الجديد. بالتالي كان هناك توجه أكبر للدولار الأمريكي بوصفه ملاذا آمنا، إضافة إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، بالتالي ارتفاع في الطلب على الدولار الأمريكي، وتزامن ذلك مع ارتفاع ملاذات آمنة أخرى كالذهب والفرنك السويسري. وبالتالي أداء الدولار الأمريكي المرتفع عند هذه المستويات يرتبط بشكل كبير بأسعار الفائدة المرتفعة وبقائها عند هذه المستويات، ولا أعتقد أنه يريد الاقتصاد الأمريكي رفع قيمة الدولار بشكل أكبر من خلال رفع لأسعار الفائدة بشكل أكبر من ذلك، لأنه سيؤثر على الصادرات ويؤثر على العديد من العوامل داخل الاقتصاد الأمريكي. نعم. أنتقل للحديث عن الذهب الذي يمر بمرحلة من التصحيح كما نشاهد، لكن ما هي السيناريوهات المتوقعة على إثر اجتماع الفيدرالي الأمريكي وفي ذات الوقت استمرار حدة التوترات على مستوى المنطقة والعالم بشكل عام؟ يعني الذهب من المرجح بشكل كبير فنيا انه يواصل الضغط اكثر والبقاء والاستقرار فوق مستويات ال 2000 دولار للاونصه، مدعوما بالتوترات الجيوسياسيه، مدعوما بارتفاع حيازات المحافظ الاستثماريه باكثر من 10% كمتوسط. نحن عم نشوف حيازات استثماريه في الذهب على وجه التحديد في الفتره الحاليه، فذلك يوضح انه في عندنا ضغط اكبر بالاتجاه الصاعد، ونلاحظ انه تخلي الذهب عن المكاسب الاخيره بطيء وضعيف نسبيا، وبالتالي هذا يعني أنه المزيد من المراكز الشرائية موجودة على أسعار الذهب. ربما قد نشهد مزيد من الضغط إذا بالاتجاه الصاعد إذا ما تم تثبيت أسعار الفائدة خلال تعاملات اليوم باجتماع اليوم من الفدرالي، أو التصريح بأنه لن يكون هناك رفعات جديدة في مدى المنظور القريب. نبقى في أسواق السلع وتحديدا أسواق النفط، هل تتوافق مع الطرح الذي يقول بأن أسعار النفط قد تصل ل 100 دولار للبرميل؟ نعم، في ظل الظروف المطروحة حاليا يوجد مساحة واسعة لمزيد من الارتفاع على أسعار النفط، على الرغم من الضعف بعض الشيء في بيانات الصينية اللي صدرت اليوم وأثرت على النفط بالانخفاض، إلا أن العديد من العوامل الأخرى التي تدعم مزيد من الارتفاع، محدودية المعروض النفطي، التخفيضات الطوعية الموجودة، صعوبة دخول نفوذ جديدة لدعم المعروض النفطي، وأيضا آفاق تحسن في الطلب المستقبلي، إضافة إلى ضعف متوقع
أفقه مستقبليا بالدولار الأمريكي المقيم لأسعار النفط، كل هذه العوامل تضع أسعار النفط في مجال مفتوح للاقتراب أكثر نحو $100 للبرميل. وربما أيضا سيد رائد فيما يتعلق بمتابعة أوبك بلس لكل مستجدات الأسواق. إذا سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكويتي كنت معنا، شكرا لك. شكرا لك.